Hello everyone! Welcome again in our video live. It's not live, it's a video. Sorry, because we do a lot stream live, that's why I said live. So, welcome again. Today we're gonna play Free Fire again with our friend from Turkey and from Egypt. His name is Noah. He's a best friend and good person. So, we're gonna play and we're gonna make the best video for this. We're gonna do pranks and a lot of things. So please don't forget to put like and subscribe to my channel. We see a lot of people enjoy and have fun in our videos, that's why. Okay, let's play now. Pinasek. أجودة. أنت موت على طول يا سونيك. نعم. عندك ناس. عندك ناس. حرامي. والله دمجته 150 اول وحده 50 والله 95 95 ما انا دمجت غيره قديش مدمج انا شوف شوف كم دمجته انا ما مش فاهم تفاصيل طيب انا شوف قديش مدمج بتعرف كيف شوف شوف انت بتعرف كيف انا ما انفع تفاصيلي ميتين وستة وخمسين كمانو؟ الاميجو على بيستا المجمع 256 دم لا والله كله فيه هو وحده أجودة 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 مين بيقول أجودة رقم أربعة سونيك أجودة هيلب مي انت بتلعب بيس الان هيك صح؟ ايوه طب انت عايز تروح لاسبانيا يا نواف صح؟ نوك 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 الكل بيموت يا صاحبي Respect. 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 احترام. ايوه ايوه فيني او مخيل هلا يضرب عليك يا نور صعبك انا عارف الشوت جن والله غيرته وما بحب على الشوت جن والله ما بحب هاي الشوت جن يا زلمه عادي عادي بس بتحصل والله غيرت اقسم بالله غيرت ما تغيرت لا حول ولا قوة الا بالله بتموتوا كتير انتوا متعودين تلعبوا مع الهواتف يا اسطى تلعب هاتف جي مرة لعبت هاتف تليفون بلعب هاتف ولكن عمري لعبت بالهاتف يعني مش محترف
في الهاتف. تقريبا عندي في الهاتف شهر واحد. انا اتخربط. لابد اللي دخلت معاه لابد. ما عنده دمج، ما عنده كيل، ما عنده حياة، ما عنده نيت. فرحوت يا نور فرحوت. عندي ناس ينوفين. عندي ناس والله جيتك. ممكن اموت برضو. جايك هربت باي. بطلت ضربة واحدة ضرب كل شيء احمر، وانا الاول يعني خبيته فاهم. بس نواف ما لو كنت عايز تفعل ما تفعلش على الحساب ده صح؟ الاميجو لا فيستا. نعم. لو عايز تفعل ما تفعلش على حسابك. أجودة. لا باخذ حساب من عند كوكو. ايوه تموت. خلصنا خنش يا زلمه. ايوه هيك بدي اياك. يلا فاعل على حساب اخر احسن، عشان انا كان عندي حساب اغلى من حساب، يعني حساب صرفت عليه كثير، تقريبا 2000 ولا 3000 يورو. هم جايين لك جايين. ادخل زون ادخل زون. هو ده العالم. كفو حلو. خليته Asesinato doble. Ya. 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 الذين كفروا. ما زال بعت لي خليني بنزله. ثواني خليني نزله. غمزة. وانت مسحت لي الحساب ده نوفا؟ يا اخي انسى الحساب ده. جبت حد؟ ايوه. ولا انا معك يا نوف. بتلعب به الموز؟ لا والله ما عندي حبيب اقسم بالله. وليش يا صاحبي؟ تركي انت في تركيا يا صاحبي، كل شيء عندك هناك صح؟ قلت له ماني فاضي لهي الشغلات والله. وتركيا عندك الطريق لليونان قريبة جدا، مشان السفر لأوروبا. اه
قلع وربا يا زلمتي. والله ناس المغاربة بيروحوا تركيا بيروحوا على أوروبا مباشرة من غير بلا فيزا انتو بتيجوا على هذا، بلا فيزا. على تركيا؟ بلا فيزا بنيجي مثلا أسبوع بالفندق بالطيارة 500 دولار 15 ألف يعني. بعد كده بتعملوا ايه؟ إجازة يعني سياحة. وبعد كده بيطلعوا على أوروبا يعني؟ أيوة في ناس في شباب بيعملوا الكلام ده، بيروحوا لتركيا، من بعد بيروحوا من تركيا على 3 دول ولا 4 دول كيف لأوروبا. كيف شكله البرنامج؟ كيف شكله البرنامج؟ طلع لي كذا برنامج شكله برتقالي. برتقالي. أيوة زي الحلويات. ايوه بس الحلويات كذا واحد يا نزل لي. ولد. أيوة حتلاقي واحد على اليمين اسمه 64، لا ما كتب لي 64. بيكتب لك يسطا. أنا أقول لك أوكي شكل الحلويات بس ما كتب لي 64. دقيقة، أنا أبعت لك الرابط مباشرة. كلون يا ريت تكون ممنوع. اي والله تكون ممنونك، احسن ما نزل شيء مو موثوق او شيء، دقيقة. لانه هذيك المره نزلت هيك واحد بيشبه لغال الصوت، عملت له فرمت للجهاز لضبط يا زلمه. واحدة فيروس فيديو ولا ايه؟ يكتب لها فيروس فيديو يا روب، غير لك كل حاجه. ضروري ضروري نزل حاجة موثوقة. أنا بعد راح أبعتهولك الآن. أيوب أيوب أيوب، نعم الألعاب اللي بتحملها زي جي تي اي في وكول اوف ديوتي وباتل فيلد، آه الكرايك دي في مواقع مضمونة ولا كلهم فيروسة؟ كلها ما فيش حاجة. شوفي ايه أقول لك حاجة يا اسطى، ما فيش حاجة بيدوها لك مجانا. طلع طلع بدك ياهم، خدهم من برنامج شو اسمه ستيم بيعطيك ياهم نظامي. لا لا ستيم يا صاحبي مدفوع يا صاحبي، ايش بتقول انت؟ ستيم مدفوع مدفوع؟ لا في منه ببلاش، لا في العاب ببلاش. ايوه جي تي على ام، كول اوف جي تي ديوتي كول اوف ديوتي الحاجات دي كلها مدفوعة. مدفوعه صح. بس ثواني اللي فعل الواتساب على هذا الجوجل مدري شو. انت عندك الالعاب دي يا ايوب؟ عندي دفعهم ولا مشتريهم ولا جايبهم كراك؟ في بعض مشتريه وفي بعض جايبه من عند اصدقاء. اصدقاء أصدقائهم هما من دفعين، فاهم؟ ما بيلعبوهاش كانوا اشتروها وما بيلعبوهاش. يعني كل اللي عندك مدفوعين يعتبر، ما جبتش حاجة مدفوعين مفرقة. مدفوعين كل حاجة. انت حاليا مدفوعة من الانتي فايروس، مدفوع من ما دي الويند أحسن حاجة، من ال خلي بالك دي أحسن حاجة. اه من الويندوز مدفوع. عشان كده فرمت. انا كنت بلعب بالهاكر ده، فعلته تقريبا اول امبارح وشلته الان.